الحقني يا حمو، البوليس هنا ومشقلب البيت كله وبيسأل عليك يا اخويا. بتدور علي ليه؟ مش عارفة. اوعي كل البنت واردة على كتف الكلام. بينها كده. اقفل يا أبلة. طب اقفل. جايين جايين. حسبي الله ونعم الوكيل، فيكي لها ربنا ينتقم منك. يا ريت تفهمي جوزك انه يسلم نفسه احسن له. ليه يا اخويا؟ هو عمل ايه؟ ما تفهمني، ما تفهمني يا اخويا عمل ايه؟ صبحي هو في ايه؟ هم عايزين ابو اشرف ليه؟ يعني مش عارفه؟ دي المحافظه كلها مقلوبه، والجثه طلعوها وبلغوا بتوع مصر، وفي واد اسمه ملاح اتمسك بحته حشيش. قرع على مكان البضاعه واعترف على حمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. الهي ربنا ينتقم منك دنيا واخره. بت اقلعي الدهب اللي اديتهولك. اقلعي. طب وانا ذنبي ايه يا ابله؟ ده انا كان قصدي نخدموكي، وبعدين انا ما اتصرفتش من دماغي، انت اللي طلبتي مني مبلغه عنها. انا يا اختي مش عايزه لوكلوك كتير ولا اخي كتير. اقلعي الدهب اللي انا اديتهولك. ماشي حاضر. خلاصي. بس انا معيش غير السلسله دي. حرو نار في جتة اهلك. خديها. هاتي غري 60 ده، هتشيلك وتشيل اهلك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. لا ربنا ينتقم منك. ماشي يا ابله، بس على فكره أني يعني بنحبك من قلبي. حبك برص وعشرة خرص. عارفة يا بنت لو شفنا وشك هنا تاني عليا النعمة بنعمة ربي اللي اقطعوا لك رجلك. ماشي أني همشي، بس أنت على فكرة ظلمانة. أني يا أختي ست ظالمة، اسم الله عليك أنت يا خربت البيوت. الله يخرب بيت شرط أمك المهببة. غري يا بنت بر برا. بقالي هبعتك اسكندرية عشان تسيطر، ترجع تقول لي صفوان وهنشتغله ازاي والحكاية والرواية هيعكد على دماغنا هيقبل يا ابن الهبلة. وكتاب الله يا كبير، حلفت لي إنها لا قالت ولا عادت. حلفت لي؟ ما طبعا شايفاك راجل برياله وايمانات مصطفى ملمحك يا ورده غير ما تويك في الملحات. طب احنا هنحل الكعبله اللي احنا فيها دي دلوقتي ازاي يا ابو اشرف؟ والبنت عزه اللي راحت في حديده هنسيبها؟ مش عارف، انا مش عارف الاقيها منين ولا منين. استنى. ايه؟ افتح الباب بس. امن امن. بالراحه. عرفت اللي حصل؟ خير؟ اللي اسمها عزه دي اتنيلت واعترفت علينا كلنا. لا، اللي انا عرفته ان هي بلغت على صفوان بيه. لا، وعليك انت كمان وعلى رجالتك، ما سابتش حد. عزه جابت عليها وطيها. عزه ما تعرفش عن شغلي حاجه، وبعدين هي مش ماسكه عليا اي حاجه. احنا مش هنستنى نشوف هي ماسكه ايه ولا مش ماسكه ايه، لازم نمشي من هنا حالا. بقول لك يا منى. ايه؟ انت عرفت ده كله منين؟ بعت لها محامي يدافع عنها، وقرا محضر النيابه وبلغني. مفيش وقت يا حمو، احنا لازم نمشي من هنا زمانهم جايين. انا عندي المكان اللي هربك فيه. لما حاجتكوا بسرعه يا حمو وحصلني. انا هستناك تحت. سمعتوا يا وش الخير؟ الحكومة جاية هتعسف. ما تيجي هتلم الحاجة. يلا ولم حاجته ونضف البيت. حاضر حاضر. يلا استر يا رب.